بص، قبل ما ابدا الفيديو ده انا بصور الفيديو في البلكونه، فالناس رايحه جايه عماله تتفرج عليا، فهنجزه على طول. ماشي. انا النهارده هتكلم على فيديو اسمه فن اختيار الهدايا. يعني ايه فن اختيار الهدايا؟ يعني الهديه اللي انت عايزه تشتريها للشخص تكون مناسبه للشخص وتكون قيمه وتكون مناسبه ليه وتكون ذوقه ويكون محتاجها. تمام. فيلا بينا نعرف ازاي هنعرف ان هو محتاجها او مناسبه ليه. هنعرف بطريقتين، يلا بينا نعرف بسرعه. تمام. انا عندي طريقتين. اول طريقه المراقبه، ان انت هتراقب الشخص ده خلال شهر شهرين، عبال كمان ما تحوش الفلوس وتراقبيه في خلال الفتره دي، تشوفي هو محتاج ايه. يعني مثلا هتراقبي مامتك عشان هديه عيد ميلادها، فتشوفي لو جزمتها اتقطعت يبقى هي محتاجه جزمه، لو شنطتها اتقطعت يبقى هي محتاجه شنطه، لو انت حرقت لها الخلاط يبقى محتاجه خلاط، وهكذا. مش هنروح نجيب طقم الكوبايات اللي احنا بنجيبه كل سنه في هديه عيد الام، غير في حاله واحده بس، لما تكون لسه مكسره لها الكوبايات. فبالتالي هقول لك روحي يا بنت هات لها طقم الكوبايات، عشان انت يعني ما عندكوش غير كوبايتين في البيت، هتشربوا بايه؟ فساعتها تروحي تجيبي لها طقم الكوبايات، غير كده لا. وهنراقبها، دي اول طريقه. تاني طريقه، ان انت هتساليها على طول انت عايزه ايه. هتروحي للشخص اللي انت عايز تجيب له الهديه دي وتقولي له انت عايز ايه، محتاج ايه مثلا اجيبه لك في عيد ميلادك. هيقول لك انا مثلا شفت جزمه حلوه قوي عجباني على اخر الشارع. تمام ماشي، او على اول الشارع يعني مش فارق. طب هتقولي له تمام ماشي، الهديه دي عندي. فساعتها هتحوشي فلوسها وهتقولي له تعالى انزل معايا اجيبها، نقي اللي انت عايزه، او انت بتبقي عرفتي هو عايز ايه وبتروحي تجيبيها. الطريقتين دول ليه انا بقول لك اعمليهم؟ عشان لما انت بتجيبي حاجه لحد هو محتاجها بيحس ان الهديه غاليه عليه، وكمان يا انت مهتميه بيا، انت ما جبتليش اي هديه، انت جبتي هديه انا محتاجها بجد وذوقي ومناسبه ليا وكل حاجه. تمام. قول النبي قبل الهديه. يعني الهديه دي بتبين العلاقات بين الناس، بتبين انت غاليه عند الانسان ده او لا، والعكس صحيح. هنيجي بقى على هديه الساعه اللي انا بشوفها. الساعه دي ما بتجابش غير لشخصين، شخص يكون هو بيحب الساعات قوي ومقتني بيها، يعني بيحب يقتني الساعات دي، فعنده 1000 ساعه وعايزها يبقى 2000، فانت ساعتها بتجيب له الساعات وبيقعد يحوش فيها. الشخص التاني لما يكون متاخر، فانت بقى تروح تجيب له ساعه تقول له ها انا جبت لك ساعه، ها ها يعني بتلقاها عليه عشان ايه، يبص على الساعه بتاعته عشان بيكسر يطلع الموبايل، فساعتها انت بتجيب له الساعه. غير كده بلاش. يعني في هدايا كتير قوي، يعني في شنط وفي جزم وفي نظارات وفي برفانات وفي دباديب، اللي بيحب الدباديب انا ما بحبهاش بس في ناس بتحبها، في حاجات كتير غير الساعات. يعني عشان في ناس كتير بتقعد تقول انا عايز اشتري هديه غير الساعه، فانت مش لازم الساعه دي مش هو النمط الاساسي في حياتنا، يعني في حاجات كتيره قوي. عارفين تامر حسني لما سال عبد الله مشرف قال له انا عايز اجيب لزينه هديه في عيد ميلادها، قال له قلب المراه قطه، جاب له قطه، جاب لها قطه، طلعت عندها فوبيا من القطط، طلعت تجري. فليه يعني نعمل كده؟ احنا نسال الشخص او نراقبه واحنا هنعرف هو ايه، هو الحاجات اللي بيحبها والحاجات المفضله بتاعته وهنجيبها. عايز اقول لكم احنا نقطه كمان هي جامد، يعني مهمه جدا. انت مثلا جبتي هديه قيمه بقيمه 1000 جنيه، انت عايزه تتفزلك وتحطي حاجه تانية، فتقوم جايبه قلم ب50 قرش ومحطاه جنبيه، او مثلا ازازه برفان ب20 جنيه، تحطيها جنب الهديه عشان تبقى حاجتين في بوكس. لا، انت كده ضيعتي الدنيا كلها، انت حطيتي، انت ضيعتي الحاجه القيمه بالحاجه الرخيصه. لا، حطي الحاجه القيمه لوحديها وخلاص، او حطي اتنين حاجه، يعني حاجتين قيمه او حاجه قيمه واحده، مش لازم نحط الدنيا تبوظها. يعني ممكن تحطي كارت صغير مكتوب عليه مثلا المناسبه اللي انت ليه جبت الهديه دي بخط ايدك، وتبقى حاجه حلوه ريحتها حلوه كده، والدنيا هتمشي وهيبقى كله تمام. كده الفيديو بتاعي خلص. في الاخر يا جماعه والله انا عايزه اقول لكم حاجه، ان الهديه مش بقيمتها خالص، الهديه بغلاوتها زي ما انا قلت لكم. انت لما يجيلك هديه من شخص ايا كان الهديه دي، بس تحسي ان الهديه دي بجد بتعبر عنك، ده هي دي الحاجه المفرحه. تمام. انا كده الفيديو بتاعي خلص، ويكون يا رب يكون عجبكم، وتابعوني الفيديو الجاي. يلا باي باي.